يا خوتي شحال نحب نجي ندير فيديو هنا في الجاردن هذا، نموت على البلاصه هذه. شغل ما ممكن ندير معاكم فيديو شغل تكون فريمون الاز مكونسونطري غير انت ولي فان تاعك ولا المتتبعين تاعك، تسمى فريمون تكون الاز. بلاصه شباب بزاف، خلوي خلوي. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناة ديالكم رائد فلوغ سيزون 2. الموضوع تاع اليوم كيما قريتو في العنوان اللي هو التأشيرة الأمريكية، الحلم الأمريكي. الناس بزاف خاوتنا يخافوا يدفعوا الماريكان، يقول لك هي من أصعب الفيزات وكومبليكي والدوسي تاعها ومنا ومن هيك وفيها لونتروتيا صامت وواعر ويقدروا يضربوا فيها، يعني سير بلاص يعطوك الرفض. والماريكان هذه ماشي بلاد صغيرة، ولا الماريكان قوة عالمية نحبونا نكرهو. اليوم احنا هضروا على التأشيرة هذه تاع الماريكان، وراح الفيديو هذا راح يستفاد منه بزاف الناس، باسكو راح تقيس واحد الشريحة كبيرة تاع الجزائريين، وراح نوريكم واحد الطريقة اللي هي رسمية، طريقة رسمية. كيقولوا رسمية يعني موثوقة 100%، ونعطيكم بعد الرابط نعطيكم كلش كيفاش تدخل أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة سهلة وقانونية ومليحة بزاف، يعني ماشي حاجة فريمون كومبليكي. نتلاقاو بعد الفاصل. قبل ما نديرو الفاصل، أول خطرة يشوف القناة تاع رائد فلوغ، روح خويا دير أبوني، دير جام، دير كومنتار، ديرهم كامل، دعمنا خويا باش نواصلو، وشوف باش يلحقوك لي فيديو الجايين وتشوف لي فيديو القدام إن شاء الله. نتلاقاو بعد الفاصل خوتي، تشاو. This is the future. ندخلوا ديراكتومون في الموضوع المفيد. خاوتنا 80 ولا 90% منكم ما يعرفش باللي كاين واحد الاتفاقيات بين امريكا وبين الجزائر، وحتى مع المغرب وحتى مع تونس وحتى مع مصر، باش يكون فيها تبادل هذا تاع واحد البرنامج فيه تبادل ثقافي عملي تكنولوجي بزاف بزاف بزاف، فيه بزاف امور. ونسمع لخاوتنا ولا احنا جزائريين ولا خاوتنا اللي ذكرت البلدان تاعهم انهم يسافروا لامريكا لمده 6 اسابيع، ومن بعد كل واحد ينافيغ على زمان وقت عارف الكود. المهم احنا ندخلوا في الاطار القانوني ونفهمكم فيه. خاوتي شوف الفيديو من الاول للاخر باش ما تبوزيليش كيستيون تحت في لي كومونتير، والجواب تاع هذاك السؤال تاعك نكون هضرته في الفيديو، ولا تكون راطيت معلومه اللي تكون مهمه، باسكو من الالزات كاع مهم. السفاره الامريكيه مدايره في الجزائر، نعطيكم مثال في الجزائر، مدايره واحد البرنامج، ونفس الشيء هو بالنسبه للمغرب اكسيتيرا، تونس، مصر، واحد البرنامج واسمه بي اف بي. واش معناتها بي اف بي؟ بروغرام بروفيشنال، استغفر الله، بروفيشنال فلاورز بروغرام، بروفيشنال فلاورز بروغرام. هذا البرنامج هذا واش يسمح؟ يسمح لخوتنا ولا الجزائريين ولا انهم يسافروا حتى الامريكا بطريقه قانونيه، ويروحوا يديروا واحد شغل ستاج، شغل تبادل ثقافي دوك نفهمكم فيه، لمده 6 اسابيع، يعني شهر ونص. مليحه شهر ونص، ماكل شارب راقد كلش، تخلص والو بعطل، تخلص والو. شكون يقيس هذا البروغرام؟ وشنو هذا البروغرام؟ وشنو هو الاهداف تاعو؟ دوك نفهمكم فيه، ونخلي لكم الرابط، نخلي لكم تحت في صندوق الوصف، يعني باش تتاكدوا خاوتي دخلوا صندوق الوصف، دخلوا نخلي لكم واحد الرابط تاع السيت، ونخلي لكم هنا واحد الصور دوك نديرهم لكم باش تشوفوا وشنو هذا البرنامج. البرنامج هذايا يقيس تبعوني مليح شكون يقيس. يقيس خاوتنا لي زونتربرونور يعني عندهم شركات، يقيس خاوتنا اللي عندهم شركات صغار، يقيس الاساتذه، الاطباء، يقيس الناس اللي تخدم عند في شركات تاع الدوله، يعني تخدم انت في بونكا، تخدم في اي شركه في الفينونس، تخدم في حاجه بوليتيك، تخدم في اي شركه، يعني المهم تكون خدام وعندك سيرتان اكسبيريونس في نابورت كيل دومين. ميم خاوتنا اللي عندهم لونساج، نزيد نعطيكم معلومه، خاوتنا اللي عندهم لونساج يعني عندهم شركات صغار، واحد يخدم لي بوات، واحد يخدم كونفيسي، كل واحد واش يخدم، يعني باش تكونوا على بالكم خوتي، يعني ماشي غير لازم يكون عندك ان بوست ولا حاجه كبيره، يعني انت تكون خدام في كاش شركه ولا عندك ان بروجي صغير، ولا انت تكون متمكن في كاش دومين مليح. ونزيد لكم ثاني حتى اليوتيوبر، حتى اليوتيوبر يدخلوا في البروغرام هذا، يوتيوبر ولا انك عندك يعني حاجه تقدمها للناس والناس راهم يتبعوك، يعني عندك تاثير، يعني انت تاثر على المجتمع تاعك، يوتيوبر ولا عندك مثلا ما على باليش ان بروغرام ولا فيسبوكر معروف كبير ولا ما على باليش انا، يقيسوا هذا البروغرام.
دوك ندخلوا في الديتاي تاع هذا البروغرام. نبداو المغرب خاوتنا المغاربه والتوانسه. البرنامج هذا كان مفتوح في اكتوبر 2019، دوكا تغلق لهم البروغرام باسكو خلاص الديلي تاعهم. لمن بقى؟ بقى الجزائر مصر ولبنان. الجزائر ومصر ولبنان مازال البروغرام تاعهم هدايا، ويعني لادات الاخرى لادات هي 9 فيفري، يعني بقى واحد 7 ايام اليوم لو 2، بقاو 7 ايام ان شاء الله لو طول يتوجدوا الدوسي تاعكم وتفاليديوه في واحد السيت. خليوكم كيما قلت لكم لتحت ونفهمكم بالديتاي دوكا. المهم البرنامج هذا مازال للجزائريين والمصريين وخوتنا اللبنانيين. باش تستفاد من البرنامج هذا لازم تاني تكون في عمرك من 25 سنه ل 38 سنه، من 25 ل 38 سنه. كيما قلت لكم خاوتي ما يهمش العام اللي تخدم فيه، ولكن لازم تكون خدام يعني مبتكر ولا في التكنولوجيا في الجامعه في نابورت كال دومين. المهم تكون خدام ويكون السن تاعك من 25 سنه ل 38 سنه. نزيد لكم حاجه واحده اخرى، لازم تكون تحضر اللغه الانجليزيه. شحال مخطره قلت لكم اللغه الانجليزيه، صافي با دير تكون تحضر اللغه الانجليزيه هذيك بيرفكت، ولكن انك تفهم واش يهضروا لك وتقدر تلحق الميساج. يعني كي تهضر معاهم يقدروا يفهموك، وكي يهضروا معك انك تفهم ثاني. يعني ماشي لازم لا لونغ انجليش هذيك القوه هذيك، لا لا لا. المهم تكون تهضر شويه لغه انجليزيه باسكو علاش رايح امريكا؟ ما راحش يجيبوا لك مترجم، ولكن راح تكون تهضر شويه ويهضروا شويه. والناس اللي ما تهضرش راك تعرفهم بعدها، ما كان لها نهضروا انا في اليوتيوب يعني ما كان لها نحكي لكم الحكايه كيف قصتها باينه طريق وخلاص. نزيد نروحوا لحاجه واحده اخرى، يعني هما راح يضمنوا لك الماكله شرابك السكن تاعك. ومام خاوتنا المعوقين باش تكونوا على بالكم، البرنامج هذا ماشي محدد للناس اللي ماشي معوقين ولا يعني فئه معينه. مام خاوتنا ذوي الاحتياجات الخاصه يقدروا يستنفعوا بهذا البرنامج ويقيسهم، ومام السكنة تاعهم وكلش مدير لهم كلش بروغرام، يعني باش يكونوا الاز في الامريكان لمده 6 اسابيع. هنا راح تسقسيني تقول لي علاش زعما البروغرام هذا واش راح يستفادوا هما واش راح نستفادوا حنايا. البرنامج هذا انك النهار تمشي انت لامريكا ويخيروك وتمشي الامريكان، راح يكون تبادل تبادل في المعلوماتيه، تبادل في الثقافه، تبادل في بزاف امور. يعني انت تخدم في الفينونس راح تاخذ التجربه تاعهم وياخذوا من التجربه تاعك، انك انت استاذ تعطي لهم التجربة تاعك والمعلومات اللي عندك وهم يمدوا لك المعلومات. التبادل هذا هو، انت عندك شركة صغيرة مثلا في تاع لونساج ما على باليش انايا، فتحت شركة صغيرة وابروفيت فيها وافونسيت فيها، راح تقدم التجربة تاعك ليهم وهم يعطوا لك ثاني التجربة تاعهم في هذاك الميدان. فيها بزاف برامج وبزاف يعني قراية بزاف اللي راح انتم تستفادوا منها وما يستفادوا منكم. ونزيد نقول لكم حاجة حتى من الجانب الثقافي. واش معناتها من الجانب الثقافي؟ يعني يحوسوا هي اون جينيرال الجزائر قريب ما يعرفوهاش كاع، يعني كي تروح الامريكان تهضروا على الجزائر باقي يفهمها باللي في افريك ما بالوش بلاد الثقافه تاعنا ما يعرفوهاش. الوغ هما حابين يعرفوا الثقافه تاع الجزائريين ويمدوا لك الثقافه تاعهم. وفي هذا البرنامج هذا زين نعطيكم واحد المعلومه ثاني، سيكو اخر وقيلا السمانه الاخرى الله اعلم السمانه الاخرى ولا 10 ايام الاخرين راح يحطوا كل واحد فيكم يحطوه داخل عائله امريكيه باش يشوف لو مود دو في تاعها كيفاه عايشين، يعني من الصباح للعشيه كيف يعيشوا كيف ياكلوا كيف يمشوا. هذا باش يكون تبادل فريمون تاع تعرف الحياه اليوميه تاعهم وتمد انت ليكزومبل على بلادك كيف انت ثاني تعيش في بلادك تمده لهم ليهم. هذا هو التبادل، هذا هو البرنامج يعني اون جينيرال واش يدوا من عندك واش تمد لهم نتايا. واش راح دير؟ حاجه سهله مهله، احكم شغل ان سي في، اكتب ان سي في كون بيان بيان بالديتاي، وري لهم باللي نتايا يعني عندك محتوى ويعني نتايا عندك اكسبيريونس مليحه وفاهمهم كيفاش نجحت في العمل تاعك، ولا احكي لهم على العمل تاعك ووري لهم باللي انت عندك تاثير على المجتمع، يعني خدمتك تقدر تنفع الناس واحد اخرين وتقدر تدير بزاف امور. احكم ما من ما تعرفش تكتب مليح لونجلي ولا شوف كاش واحد يشير لك هالونجلي ويكتب لك ان سي في شباب ويكتب لك بروغرام شباب. واش هو البروغرام؟ يعني تهضر على خدمتك على الدومين تاعك، تهضر لهم بالديتاي في المجتمع تاعك. ولو كان البروغرام هذا يا مثلا خدمتك لو كانت تكون في برا يعني خارج بلد تاعك كيف راح تكون، واش راك حاب تعرف نتايا، واش راك حاب تجيب من الخارج لبلادك يعني باش تستفاد منها بلادك، واش راك حاب تمد من بلادك للخارج باش يستفادوا منها. هذا هو يعني اعطيت لكم ابيبري كل واحد، ما نقدرش انا نحكي لكم بالديتاي باسكو كل واحد والدومين تاعو، انتم الدومين تاعكم تعرفوا اخر ما انا اخر مني بيان سور. يعني كل واحد يحكي على الدومين تاعو، ديروا الا تخدم مليح بروغرام شباب وشدوا له رقم وكذا منهم لهيك باسكو ما عندكمش بزاف الوقت، مازالوا 8 ايام كما قلت لكم خاوتي، 7 ايام 7 ايام مازالوا 7 ايام، وحطوه في السيت ويب اللي راح يتفتح لو 9 فيفري وجربوا خاوتي.
حاجه ما هضرناش عليها تاني. شحال لازم يكون عندك الاكسبيريونس باش تدخل في الاخرى؟ يكونوا عامين يعني باش تكون على بالك، ماشي عندك 6 شهور خدمه ولا عام خدمه تروح تدفع في هذا البرنامج، ما راهش يسيليكسيونيوك، ولكن تكون عندك اكسبيريونس عامين في الدومين اللي راك فيه. الدومين اللي راك فيه يوتيوب عندك عامين، تخدم في شركة عندك عامين، فتحت شركة صغيرة عندك عامين، تخدم عند أي مصلحة ولا أي شركة ولا يكونوا عندك عامين تانيت. أكو فاهمين خوتي؟ خوتي أوكازون كيما هذه جبلي ربي ما لازمش تراطيوها، باسكو كاين بزاف خوتنا اللي خدام يقول لي أنا خدام في شركة ولا باس بيا وعندي إكسبيريونس في هذيك ولا هذيك وما قبلوليش الفيزا الأوروبية، جاتك أوكازون باش تروح ديريكت تمول أمريكان، منها تجوز 6 شهور تماك ومنها تتعلم بزاف أمور ومنها ولا ربما تحكم لك تريح كاريمو تماك. جربوها خوتي ما تراطيوهاش، ما تخلوش الوقت يفوتكم. باش تقولوا لي كيف نبعتوا الملفات تاعنا، الملف تاعكم راح تبعتوه كيف كيف كلش في السيت كلش بار انترنت تبعتوه تماك، ومن بعد هما راحين يكونتاكتيوكم وراحين يخيروا يديروا سيليكسيون تاع الناس اللي يقبلوهم، وفيها الله اعلم وقيلا دو سيليكسيون، يعني السيليكسيون الاولى تكون بروفيزوال اون باس سيليكسيون دوزيام راح تكون فينال تماك، يعني يبروفيو يبروديو ديريكتومون لا سيليكسيون هذيك ويبروفيوها ويبعثوكم تروحوا تاخذوا الفيزا اللي اسمها جي 1. جي 1 هذه الفيزا تاع هذا البرنامج. والله يا خوتي ما هي حاجه صعيبه، ما هي حاجه كومبليكي ما والو، خوتنا بزاف يسلكوا امورهم، ما تراطيش تكون اوكازيون كيما هذه. جرب خويا، جرب اليوم وجرب غدوه وجرب غير غدوه، باطل ما راحش تحط دراهم، بريميرمون ما راحش تحط دراهم، دوزيامون ما راحش تتعب انك تروح وتديبلاسي وتجري ومن هنا ومن هيك، والو كلش في الميكرو، يعني في الميكرو، جبتها اللهم بارك ما عيطولكش الدوسي تاعك عيان ولا ما درنا والو، ما راه ما راك خاسر والو، كي طونت ريان ريان، ما تجربش انت ما راحش تجيك الفيزا وحدها، وما راحش يجيو هما ليك للدار يخرجوك ويطلعوك لامريكان ولا يطلعوك اوروبا، لازم انت تبحث وتجري 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 وتحوس. بصح ما لازمش تلاشي وما لازمش تفشل وتقعد تجرب، وعلى بالي بلي كاين ناس بزاف راح يساعدهم برنامج هذا وراح ان شاء الله يلقاو روحهم في الماريكان. لحقنا الله فات على الفيديو خوتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ولو كان شويه هكا برك نقول لكم خوتي الى اول خطره تشوف القناه دير لهنا ابوني، دير جيم وكومونتير، دعموا القناه، شوفوا لي فيديو القدام باش تستفادوا منهم، والى كنت من لي زونسيان نقول لكم نتوما لا فامي رائد فلوغ، ما عندي ما نوصي فيكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد موضوع جديد خوتي، نحبكم راكو كاع في القلب. تشاو غاتسي. This is the future.